أولا أنا سعيد جدا بأعرب عن تقديري واعتزازي بقرار ديمقراطي جاد اتخذه ويعلنه اليوم حزب الدستور بدعمي في انتخابات الرئاسة. أشرف بهذا التأييد وأتوجه للدكتورة هالة شكرالله وقيادات وقواعد وكوادر حزب الدستور بتحية احترام وعهد أن نكون شركاء في نضال حقيقي وطني ديمقراطي من أجل أن تبلغ مصر ما يليق بها وطن دولة ومجتمع تتحقق فيها عدالة اجتماعية ونظام ديمقراطي واستقلال وطني. قرار حزب الدستور النهاردة اللي أنا بحييه بيؤكد عمق الاتساق في هذا الحزب ما بين المبادئ التي بني عليها والقرار الذي اتخذه اليوم. أنا بحيي هذا الاتساق. هذا الاتساق الجاد ما بين شعارات رفعها الحزب منذ اللحظة الأولى لتأسيسه وحافظ عليها والنهاردة بيتسق معها لما يقرر أنه يدعم المرشح الأقرب وفقا لاستفتاء أعضاء الدستور إلى مبادئ وقيم ومثل وأهداف حزب الدستور. هذه الإشادة الواجبة بحزب الدستور وقواعده وقيادته لها أهمية خاصة في لحظة عميقة للفرز بمناسبة انتخابات الرئاسة في مصر. وأعتقد أن هذا الفرز ما بين النخب السياسية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني والمصريين كمواطنين بتسمح لنا إحنا الذين انتسبنا بشرف واعتزاز لثورة 25 يناير 30 يونيو وشاركنا تحت قيادة الشعب في هذا الحدث التاريخي الهائل الذي شهدته مصر يسمح للذين انتموا لثورة 25 يناير أن يعيدوا توحيد صفوفهم من أجل استكمال هذه الثورة. والثورة التي تفجرت في الميادين بمظاهرات عارمة من جماهير الشعب المصري لم تتمكن من الوصول إلى السلطة وكل ثورات في الدنيا بتقوم توقع نظام قديم والثوار بيأخذوا السلطة وبيبقوا أصحاب القرار. تجربتنا الثورية في مصر تجربة الشعب المصري في 25 يناير و 30 يونيو الشعب صار أسقط رأسه للنظام لكن لم يصل إلى السلطة. النهاردة بنطرح على أنفسنا مهمة ثورية نضالية وطنية ديمقراطية بامتياز. هي إن الثورة اللي ما وصلتش في لحظة الذروة بالمظاهرات المليونية إلى السلطة وسلمت في مرتين لحكم انتقالي عندها فرصة اليوم أن تصل إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. أنا بعتبر أن انتخابات الرئاسة في مصر هي امتحان لقدرة القوى المؤمنة بالشعار اللي استشهد من أجله أجمل الشهداء عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. اختبار لقدرتنا أن نصل إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. نحن نشق طريق ديمقراطي بآليات ديمقراطية عبر انتخابات نريدها نزيهة ومشاركتنا وحدها وقوتنا فيها التي ستضمن أن تتحول هذه النزاهة من نصوص في الدساتير والقوانين إلى سلوك وحياة يومية يراها ويشهدها ويؤمن بها ويثق فيها المصريين.